هو كان يرى وكان قومي عربي وكان اشتراكي وكان له رؤية حضارية حقيقة، ولكن هو كلما مرت أيام كان يدرك أنه فلسطينيين بيقدروش ينتظروا. نعم نحن جزء من هذه الأمة العربية، نعم نحن نعتز بالانتماء إليها، نعم هي التي ستعكس الموازين القوى اللي ضدنا إلى موازين معنا عندما تكون في المعركة معنا، لكننا لا نستطيع أن ننتظرها، لا نستطيع أن ننتظر حكوماتنا العربية وهي الآن بعيدة عنا. العالم في أوروبا وفي روسيا وتركيا وغيرها منشغل تماماً بالقضية السورية لأنها صدرت إليهم باللاجئين، ملايين اللاجئين وبإرهاب داعش، وبالتالي هم اهتمامهم الآن بالحل السياسي للمشكلة السورية، هذا شيء جيد بالنسبة لنا، لكن هم مش فاضيين لنا، ليسوا معنا. نعم هناك تعاطف دولي أكبر، نعم هناك استعداد للاعتراف بدولتنا الفلسطينية المستقلة، نعم هناك مزيد من الإدانة للاستيطان الإسرائيلي والجرائم الإسرائيلية، لكن بالنهاية هذه الفترة ليس لنا إلا نحن، ليس لنا إلا أن نستفيد من هذا الوقت، واحد بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية حتى نستطيع أن ندعم الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، اثنين في إعادة الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أساس وحدوي نضالي، ثلاثة في إعادة بناء أو في تفكيك العلاقة بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي، العلاقة اللي هي موجودة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، نريد حرية أكثر لاقتصادنا، نريد أن نعتمد أكثر على أنفسنا حتى نستطيع أن نواجه قطع الرواتب وقطع الأموال وقطع الكهرباء وغيرها. الكثير من قراراتنا القيادة تفكر فيها لأنها تخشى إن اتخذناها قبل أن نتخذ خطوات للاستقلال الاقتصادي قد تصيب شعبنا بتكاليف وبإصابات وبمشاكل فادحة من الصعب التغلب عليها. ومن جزء من هذا التغلب تنمية روح الاعتماد على الذات، تنمية روح المشاركة الشعبية، تنمية روح العمل الجماعي، وهذا كله يحتاج إلى وحدة. كيف لنا أن نستطيع أن نعيد ديمقراطيتنا بدون وحدة تعيد القاعدة الانتخابية إلى مجلس شعبي منتخب وإلى رئاسة منتخبة وإلى منظمة تحرير منتخبة؟ كيف لنا أن نستطيع أن نقول للعالم أن هناك قيادة واحدة تمثل كل الشعب الفلسطيني ما لم نحقق هذه الوحدة من خلال الإجراءات التي نعمل جميعاً من أجل إنجاحها في هذه الأيام؟ وبالتالي إذا استطعنا حقيقةً أن نحقق تقدماً في الوحدة الوطنية الفلسطينية، أن نستعيد لمنظمة التحرير شرعيتها، أن نفكك العلاقة بيننا وبين إسرائيل بما يسمح بإلغاء اتفاق باريس وإلغاء التنسيق الأمني، أن نعتمد على أنفسنا ونقاطع إسرائيل وبضائعها، أنا أقول لكم هنا وأقول في كل مكان، هناك منظمة اسمها BDS، هذه المنظمة الشعبية الخاصة التي تعتمد على الجهود التطوعية في فلسطين وفي العالم العربي وفي العالم، استطاعت وحدها في العام الماضي أن تكلف إسرائيل 16 مليار دولار خسائر في الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة لهذا الشغل. اعتمدوا على أنفسكم، هؤلاء الناس لم ينتظروا قراراً من الحكومة الفلسطينية وإنما قاموا حقيقةً بجهد من أجل الوصول إلى مقاطعة حقيقية لإسرائيل، ينجحوا في العالم، ينجحوا في مقاطعة نقابات العمال لإسرائيل، نجحوا في مقاطعة الجامعات للجامعات الإسرائيلية، هذا هو إشراك الشعب كله في مواجهة العدو الإسرائيلي الاستيطاني الذي يريد استبدال شعبنا والقضاء على وجودنا وعدم عودة لاجئينا إلى ديارهم. أنا أقول هذا لأن أدرك أن هناك الكثير من الأسئلة. نعم ما فيش ولا فصيل أدان أي عملية من عمليات الانتفاضة، بس هذا لا يكفي، نحن نريد أن نتبناه، لا نريد جريح من جرح الانتفاضة أن لا يجد علاجا، لا نريد من يهدم بيته أن لا يجد من يعيد بناءه، لا نريد شهيدا أن لا تعتبر عائلته أنه قد اعتبر شهيدا ككل شهداء الذين سقطوا في المعارك الماضية. هذه هي جزء من التبني، عندما نتبنى الانتفاضة نستطيع أن نوجه
في الطريق الصحيح، نستطيع أن نقودها إلى تفعيل أكبر قدر من عملنا الشعبي في الاتجاه الصحيح. ختاماً بعض الأمل، أقول لكم في الأيام القليلة القادمة هناك تقدم على مجال الوحدة الوطنية الفلسطينية. كانت هناك لقاءات في قطر، وقبلها لقاءات في لبنان، ثم لقاءات في اسطنبول، غدا في قطر بعد مرور الوفد الفلسطيني على القاهرة لكي يحصل على الدعم المصري أيضا. أنا متفائل وأعتقد أن هناك فرصة لتحقيق هذه الوحدة. إذا تحققت الخطوة الأولى في الوحدة نستطيع أن نعقد المجلس الوطني ونحقق الخطوة الثانية في منظمة التحرير. لو استطعنا أن نشكل حكومة وحدة وطنية فلسطينية سنستطيع أن نعود إلى انتخابات تعيد الديمقراطية إلى الساحة الفلسطينية، تعيد العلاقة بين الحاكم والمحكومين، تعبئ كل جماهيرنا في اتجاه دعم الانتفاضة. هذا هو مصدر أملي ومصدر تفاؤلي. وفي هذا اليوم الذي نتذكر فيه الحكيم الفقيه القائد جورج حبش، نتذكر مقولاته، نتذكر إصراره، نتذكر شجاعته وحكمته، نتذكر الدور الذي لعبه دائما في تحقيق الوحدة الوطنية. الآن مع جنبي الأستاذ عمر شحاده.